أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. لماذا يحرم العراقيون من خبرات أو خيرات بلدهم بينما يزداد السياسيون ثراء؟ لماذا يحرم العراقيون من فرص العمل لترتفع معدلات البطالة بين الشباب وليضرب الفقر شعبا يعتبر موضوعيا أغنى شعب من حيث امتلاك العراق موارد طبيعية ضخمة فضلا عن الثروة البشرية؟ ففي تصنيف يكشف عن مدى قدرة البلدان على تحويل ثرواتها إلى رفاهية لشعوبها جاء العراق في ذيل القائمة بالمرتبة 118 من أصل 152 دولة بحسب موقع التنمية الاقتصادية المستدامة الأمريكي. لماذا ترتفع معدلات البطالة في العراق أغنى بلد في النفط وميزانيته تعادل ميزانيات 4 دول عربية مجتمعة تعيش شعوبها برفاهية اقتصادية واجتماعية، حتى أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت ارتفاع البطالة لنحو 22.6% بينما يعلن صندوق النقد الدولي عن أرقام تفوق ذلك بكثير. أما البنك الدولي فحذر من مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والفقر في العراق من جراء العمليات العسكرية والنزوح والفساد الإداري والمالي. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ شهوة القرداغي الباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ. حياكم الله. أهلا وسهلا. وأرحب بالدكتور خضير كاظم حمود الخبير الاقتصادي ينضم معي عبر الهاتف من عمان. مرحبا بك دكتور خضير. وأرحب أيضا بالدكتور نبيل جعفر المرسومي الخبير الاقتصادي ينضم معي عبر الهاتف من العراق. دكتور نبيل مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بكم ضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام، نتابع سوية هذا التقرير ومن ثم بعد التقرير نشاهد يعني معاناة العراقيين عبر إجراء مقابلات معهم عن البطالة وانعدام فرص العمل. نتابع سوية. أفواج كبيرة من الشباب العراقيين تراهم كل صباح على أبواب المؤسسات أو يفترشون أرصفة الشوارع بحثا عن فرصة عمل، وتلتحق بهم أفواج أخرى كل عام من خريجي الكليات الجدد، إذ تبلغ نسبتهم نحو 600,000 شاب من الجامعات والمعاهد العراقية لا يجدون أي فرصة للعمل في بلد يعد غنيا بموارده الاقتصادية والبشرية. ارتفاع معدل البطالة بين الشباب والذي بلغ حسب تقديرات وزارة التخطيط في العراق نحو 22.6%، بما تعد هذه الأرقام أقل بكثير عن أخرى أعلنها صندوق النقد الدولي، حيث أشار إلى أن معدل البطالة في العراق يبلغ أكثر من 40%. وفي تصنيف يدرس مدى قدرة البلدان على تحويل ثرواتها إلى رفاهية شعوبها جاء العراق في ذيل القائمة، وكان ترتيبه 118 من أصل 152 دولة حسب موقع التنمية الاقتصادية المستدامة الأمريكي. البنك الدولي من جانبه حذر من هشاشة الوضع في العراق والمخاطر المحدقة به بسبب معدلات الفقر والبطالة. إحصاءات سوق العمل هي الأخرى تشير إلى مزيد من التدهور في أوضاع الفقر والبطالة، حيث سجل معدل مشاركة الشباب في العمل تراجعاً ملحوظاً، وزاد معدل البطالة نحو الضعفين في المحافظات المتضررة جراء العمليات العسكرية والنزوح. هذه الأرقام والتقارير من الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمحلية تعاني من اهتزاز المؤشرات نتيجة ما يتعرض له العراق من أزمات بسبب الفشل الحكومي في إدارة الدولة، ولعل أبرزها الفساد المالي والإداري الذي يضرب البلاد طولا وعرضا، ما يزيد من البطالة التي تخرج اليوم عن السيطرة، وربما تحولت تلك الفئات العاطلة عن العمل إلى جيوش من مدمني المخدرات أو حطب للنزاعات، وغالبا ما يستغلهم السياسيون لتنفيذ أجنداتهم، وإن تركوا فسيتركون للفقر ينهش أجسادهم الضعيفة. شاهدنا وتابعنا سوية المشاهدين الكرام هذا التقرير الذي يسلط الضوء على البطالة في العراق و
أثر هذه المشكلة على المجتمع العراقي وعلى الاقتصاد العراقي، وأيضا نتابع قبل أن نبدأ الحوار هذه المقابلات التي أجريت مع بعض الشباب العراقي وهم يعانون من انعدام فرص العمل. نتابع. هنا المستوصف سالس قد هذا ها باقوا فلوسي، ليش مو حرام باقوا فلوسي؟ روح شوف احط لهم كرفونات الله يرضاها، شوارعنا يم شوارع هاي اذا تنطر طب المي لبيوتنا كفيلك الله. زين هاك يجون انه بيجون الامانه يفشون بالتجاوزات، ليش العالم وين تروح؟ والله عاوز شغل. زين هاك العالم تفتح هنا بسطيات ها يركضون وراهم، يفتح لبلبي يركضون ورا، والله العظيم نفتح طماطه بالشارع ما حد يشتري كفيلك الله. تعال شلون مو محارب هذا؟ مو جاي يركضون ورانا الامانه؟ مو حرام عليهم؟ يعني احنا هسه احنا شباب والله حاير بين ابدي لك اياها، والله العظيم مليان، احنا هسه نطالب الحكومه العراقيه ابسط الحالات، احنا ما نريد هوايه، احنا نريد خدمات، نريد تعيين، نريد شغل، هسه والله العظيم ما نطالب، انا ترى والدي متوفي وقاعدين ايجار ب 400,000، ها وحالتنا والله تعبانه. انا طالب هسه السادس ويعني حتى راح ابطل، ما عندي فلوس، ما عندي والله العظيم فلوس ما بلابس، ما عندي ابي احنا انا شغل وشغل والله العظيم تعبان، وين نروح؟ لا شغل بيه خير، وين نروح والله العظيم؟ احنا شنو نريد؟ نريد ابسط الخدمات من الحكومه العراقيه، ما خلينا مكان نروح لمعامل ساديه، ما صناعه ساديه، وين نروح؟ احنا شنو نريد احنا من الحكومه العراقيه؟ ابسط الخدمات الله وكيلك، احنا طلاب والله العظيم عايشين بهالرقبه عوائل، بالحسين كوم لحم عايشين بهالرقبة، أربع نفرات معيشين. وأنا سادس علمي، والله العظيم ملابس ما عندي أروح بها المدرسة. تابعنا سوية مشاهدينا الكرام هذه المقابلات التي أجريت مع بعض الشباب العراقي الذي تمثل ربما قطرة في بحر المعاناة بسبب انعدام الخدمات وبسبب الفقر ومعاناة الشعب العراقي التي بدأت بعد احتلال العراق وحتى الآن وهي في استمرار، عمليات عسكرية، نزوح، فساد إداري ومالي، انتشار المخدرات، انتشار السلاح، كلها بعض المحللين يرى أنها ربما يعني أخطر من قنابل نووية وليست قنبلة نووية، وكلها من تبعات احتلال العراق بحسب ما يرى محللون. أبدأ معك أستاذ هشام قرداغي، مرحبا بك مرة أخرى. سشاه يعني البطالة تتخطى كونها أزمة اقتصادية كبيرة على أنها آفة مجتمعية خطيرة لا تقل خطورة عن القنابل النووية، فهي تهدد المجتمع، تهدد اقتصاد البلدان في العراق. يعني ما هو، لنتعرف بالبداية عن مفهوم البطالة ثم بعد ذلك أسباب تفشيها بهذه الدرجة المرعبة في العراق. تفضل. تحياتي لكم بداية وللضيوف الكرام. حقيقة البطالة بتعريف موجز وبسيط هو عندما يكون الفرد قادرا على العمل ويبحث عن العمل ولكنه على الرغم من ذلك لا يجد العمل المناسب، رغم أنه بحاجة إلى الوارد المالي الذي قد يتقاضاه نتيجة العمل الذي ممكن أن يجده. وبالتالي هذا الشخص فيه عدة شروط، أولا أن يكون قادرا على العمل وأن يكون لديه المؤهلات لهذا العمل، وثالثا أن يبحث عن هذا العمل ولكن لا يجده. هنا يكون هذا الشاب أو هذا الشخص في حالة البطالة. وبالتالي عندما نرى أن نسب المئوية لحالات البطالة في العراق والتي تصل إلى 40% من الشباب، 40% من الشباب في حالات البطالة، وهذا يعني طبعا العراق يعتبر من البلدان الشابة، يعني أكثر نسبة من السكان هي النسبة الشابة من الشباب، وبالتالي يجب أن يعتمد على هذه النسبة للتطوير، للازدهار، للتنمية، للوصول إلى المراتب العليا كما فعلت بلدان أخرى، كما دمرت بلدان أخرى ونهضت مجددا. يعني نحن لدينا تجارب ناجحة أيضا، ولكن العراق ورغم ذلك ومن 2003 عندما بدأ من السنوات الأولى كان نسبة البطالة 28، وراءها تم وضع خطط للقضاء على البطالة، لا يقولون تخفيف، يقولون القضاء عليها نهائيا، ولكن على الرغم من ذلك لم يحدث تأثير على أرض الواقع، بل النسبة تفاقمت أيضا. وعلى الرغم من ذلك أيضا ليس لديهم إحصاءات وأرقام دقيقة، يجب أن نرى المنظمات الدولية تعطينا الأرقام الدقيقة حول نسب البطالة حتى لا يحرجوا أنفسهم بأن هذا الأمر من نتائج
الحكم الذي والإدارة السيئة التي حكموه من 2003 إلى الآن. طبعا أبرز الأسباب التي دفعت إلى تفاقم هذه الظاهرة ومن حالة إلى ظاهرة في العراق هو عدم اكتراث الحكومات والأحزاب السياسية التي تحكم بمعالجة حقيقية لهذا الأمر. كلما يحدث طبعا نتذكر المظاهرات الأخيرة في البصرة وأيضا المظاهرات السابقة في الكثير من المدن العراقية. كانت تكون كل التظاهرات مطالبة بفرص العمل. أبرز المطالب للشباب يعني ليس هناك أي أيادي خارجية تحركهم أو منظمات إرهابية، الشباب يحتاجون إلى فرص العمل، وهذا قد يكون أبسط حقوق المواطن. يعني نحن لدينا دول أخرى عندما يكون الطالب في الجامعة في آخر مرحلة من الجامعة يتم توفير فرصة العمل له عبر وزارة التخطيط. نعم. ولكن في العراق بشكل مختلف، عندما يصل إلى آخر مرحلة يفكر أين سيذهب وأين سيهاجر إلى خارج البلاد حتى يوفر فرص العمل، وبالتالي لم يتم وضع خطة استراتيجية للتعامل مع هذا الموضوع، بل تم التعامل معها بشكل فوضوي وأيضا بالعقلية العشوائية، حيث يتم الوعد بتوفير فرص العمل كلما خرجت مظاهرات أو كلما خرجت نسب من منظمات دولية تعلن عن نسب البطالة، قد يخرج الحكومة العراقية أو بعض الوزراء يعلنوا عن فرص عمل جديدة، توفير فرص العمل. وهذه أيضا مثل ما وعدوا البصرة بعشرة آلاف فرص عمل إلى الآن لم تتحقق. اسمح لي أن أرحب بالدكتور نبيل جعفر المرسومي الخبير الاقتصادي. مرحبا بك دكتور نبيل. دكتور نبيل مرحبا بك. دكتور نبيل أهلا بك. دكتور نبيل، يعني الكثير من الدول تخطت مشكلة البطالة ووضعت الحلول لمشكلة البطالة. هذه الدول تكاد تكون دول فقيرة جدا، لا تمتلك موارد ضخمة، لا تمتلك النفط، حتى أن يعني عدد السكان لديها كثير وفي ازدياد، وكلما ازداد عدد السكان كما هو معلوم من الناحية الاقتصادية تزداد يعني يزداد الطلب على فرص العمل. ولكن في العراق ما الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء يعني تفشي مشكلة البطالة على هذا النحو المرعب؟ يعني السبب الرئيسي لمشكلة البطالة المستعصية في العراق هو في طبيعة الاقتصاد العراقي، طبيعة الاقتصاد العراقي الريعية اللي تعتمد بشكل تام وبشكل كامل على إيرادات النفط لتغذية الإنفاق الجاري في العراق، وعدم توظيف هذه العائدات المالية في استثمارات منتجة سواء في قطاعات إنتاجية زراعية أو صناعية أو في قطاع الخدمات اللوجستية. في العراق هناك غياب تام للاستثمار بسبب ضعف فعالية الاستثمار الناجمة عن ضعف الجدول الاقتصادية للاستثمار، وهذا مرتبط أيضا بانعدام الحماية الجمركية وارتفاع سعر صرف الدينار العراقي الذي يجعل كلفة المستوردات عالية، وهذا ما قتل الصناعة المحلية والزراعة المحلية. الصناعة المحلية اللي كانت تساهم حدود 9% من الناتج المحلي الإجمالي اليوم تراجعت أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الحال بالزراعة. بلد يفتقد إلى استثمار حقيقي فاعل بالتأكيد ستكون هناك بطالة مليونية. سوق العمل العراقية اليوم بسبب طبيعة التركيبة السكانية الشابة في العراق تجد أنه قوة العمل كبيرة في العراق وتزداد سنويا بمعدل نصف مليون، في المقابل ليس هناك خلق لفرص العمل، معنى العملية الاقتصادية في العراق لا تولد فرص عمل. هناك قطاع خاص دمر تماما، القطاع الخاص الصناعي والزراعي، ولا يوجد هناك قطاع خاص في العراق ساعد سوى في المقاولات والأنشطة التجارية. بالمقابل توقفت الاستثمارات الحكومية بشكل شبه تام، استثمارات حكومية في مشاريع القطاع العام، ويقابلها عدم وجود بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية بسبب طبيعة تخلف المناخ الاستثماري. كل عوامل أدت إلى انتشار البطالة المليونية في العراق، فضلا عن عامل أيضا مهم ظهر لنا في السنوات الأخيرة وهو التدفق الكبير للعمالة الأجنبية إلى العراق. حقيقة خلال عامي 2017-2018
كان هناك 117,000 فرصة عمل تلقتها المشاريع الاستثمارية، 104,000 من عندها استحوذت عليها العمالة الأجنبية. هاي مشكلة كبرى، أن فرص العمل الشحيحة أصلا هي في العراق. هناك عمالة أجنبية خاصة العمالة. ذكرت نقاطا مهمة دكتور نبيل جعفر المرسومي، طبعا هذا توضيح يعني جدا دقيق. أنتقل للأستاذ دكتور خضير كاظم حمود. دكتور خضير مرحبا بك مرة أخرى. الكثير من النقاط المهمة التي ذكرها الدكتور نبيل جعفر المرسومي، يعني عدم توظيف إيرادات النفط مثلا، والعراق دولة غنية بالنفط، عدم توظيف هذه الإيرادات في يعني إدامة المشاريع الأخرى كالقطاع الزراعي كالقطاع الصناعي، كل ذلك مفتاحه بيد النفط والعراق غني بالنفط. أيضا عدم تفعيل القطاع الخاص، وكذلك لا يوجد استثمارات حكومية، يعني الميزانية فقط هي تشغيلية وليست استثمارية. ولكن السؤال هنا دكتور خضير، هل العراق يخلو من الكفاءات الاقتصادية التي بمقدورها أن تضع الخطط الكفيلة بالدفع باتجاه التنمية؟ يعني هل العراق خالي من كفاءاته؟ دكتور خضير هل تسمعوني؟ طيب، إلى أن يتم تأمين الاتصال مرة أخرى مع دكتور خضير كاظم حمود، أتحول بالسؤال إليك أستاذ شاهو القرداغي. العراق معروف عنه أنه غني بثرواته البشرية، حتى أن كفاءات العراق والعقول موجودة في السويد وموجودة في النرويج، في عموم الدول الأوروبية، في أمريكا، في اليابان، في كل أنحاء العالم، ويضرب بها المثال وهي كالعالم. لماذا في العراق تغيب هذه العقول؟ هو القمع، هو التغييب، هو يعني هناك عراقيل يجدون أمامهم تمنعهم من أن يضعوا الخطط ومن ثم متابعة هذه الخطط؟ ما الأسباب؟ ما الذي يجري؟ ما يجري أن العقلية التي تحكم للأسف لا يعني تنظر إلى المستقبل بشكل كافي. أغلب ليس دول العالم، حتى الشركات تنظر إلى 5 أعوام مستقبلية أو 10 أعوام أو 20 عام، يعني لديها خطط مستقبلية. هذه بالنسبة للدول وبالنسبة للشركات الدولية أيضا والشركات العملاقة. للأسف في العراق لا يتم التعامل بهذه الطريقة، ويتم التعامل بالأمر الواقع والآن فقط، يفكرون في الوضع الحالي، لا يتم التفكير بالمشكلة هل سيحدث أم لا وكيف يمكن التعامل معها. وأيضا عندما يبرز مشكلة يتم التعامل مع النتيجة النهائية، لا يتم التعامل مع الأسباب، لا يتم التطرق لإنهاء هذا السبب حتى لا يخرج هذه المظاهرات مثلا، أو الأيادي العاملة التي لا تدري إلى أين تذهب. لا يتم البحث في المشكلة، بل يتم البحث في النتائج وإيجاد نتيجة أو علاج مؤقت لمعالجة هذه النتيجة ونسيان المشكلة. وبالتالي هذا الأمر تسبب في تفاقم الأزمات والمشاكل والعقول، أيضا هجرة العقول. العراق دولة من الدول التي تعاني أيضا من هجرة العقول. لماذا؟ لأنه لا يتم توفير الفرص الكافية للعقول. هناك مجموعة من العقول سيطرت، مجموعة من الشخصيات أو من الأحزاب أو من الكيانات سيطرت على الدولة، ولا تسمح لأحد خارج هذا النطاق أن يدخل إلى الدولة أو أن يخدم فيها. وحتى لو دخل سوف يتحول إلى فاسد أو إلى معرقل مثل هذه المنظومة الموجودة، ولا يستطيع أن يبدع أو يفعل ما يشاء. لذلك نرى أنه كل ما يخرج هؤلاء الشباب أو العقول إلى دول حتى العربية أو إلى دول أوروبية، نراهم يبدعون ويكونون أسماء مشهورة في العالم. لماذا؟ لأن توفير الفرصة التي حصل عليها بالخارج لا يوجد ومفقود في الداخل. وإلا هذه المشاكل التي تعاني منها العراق، المشاكل الاقتصادية عانت منها دول أخرى وتجاوزتها، والآن تفكر في المستقبل الأفضل. ولكن في العراق نرى أننا إلى الآن لم ننجح في معالجة مشكلة بسيطة، وهي مشكلة البطالة أو مشكلة إيقاف هجرة العقول وإيقاف هجرة الشباب إلى الخارج. وأيضا هذا الأمر تسبب بأمر آخر، زيادة نسبة الذين يهاجرون إلى الخارج. يعني خلال 4 أعوام لدينا 500,000 شخص أبرزهم من الشباب،
خلال أربعة أعوام 2014 إلى 2018. هذا يعني أنه استنزاف لطاقات البلد، استنزاف البشرية. وأيضا الشعور باليأس طبعا، على الرغم من إدراكهم أن الهجرة إلى الخارج فيه تعرض إلى الموت والغرق في البحار، ولكنهم يختارون هذا الخيار، يفضلونه على البقاء في العراق وعدم الاستفادة أحد من قدراتهم، يجازفون بهذا الأمر إلى الخارج. وبالتالي كل هذا الأمر نتيجة لماذا؟ نتيجة لعدم سماع المؤسسات التقليدية الموجودة في العراق لهذه القدرات، لهذه الطاقات، وبالتالي إما أن يذهبون إلى الخارج وإما أن يبقون دون أن يستفيد منهم أحد. طيب، أرحب مرة أخرى بالدكتور خضير كاظم حمود. كان الاتصال يعني قبل قليل ليس جيد، الآن كيف هو الصوت دكتور خضير؟ مرحبا بك. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك دكتور خضير كاظم. دكتور خضير، يعني ما البديل لمواجهة خطر البطالة المتفشي؟ يعني الكثير من العراق لا يخلو من كفاءاته، لا يخلو من الأساتذة الجامعيين، من الأكاديميين المتخصصين. يعني ألم تكن هناك خلايا أزمة يعني أو لجان تم تشكيلها من أجل متابعة هذه المشكلة؟ يعني ما الذي جرى في العراق؟ لماذا البطالة متفشية ولا من حل ولا من بديل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة واقع البطالة في العراق من ظاهرة إلى ثم إلى كارثة مستفحلة في طبيعة الواقع العراق، وهذا يتأتى بشكل خاص من خلال رياد الرؤية الفكرية والقيادة السياسية القائمة بالعراق، ولم تضع أي صورة واضحة لطبيعة القضاء على هذه الظاهرة، أو بالحقيقة هذه الكارثة التي تتفاقم سنة بعد سنة من خلال تزايد الأعداد التي تتخرج من الجامعات. وكما تقول الشراط والإحصاءات أن سنوي 100,000 طالب متخرج من الجامعات العراقية يبحث عن فرصة عمل، سيما وأنه يمتلك الرغبة والقدرة على العمل في القطاعات المختلفة للبلد. لكن البلد في الوضع السياسي القائم فيه لا يوفر أي فرصة، سيما وأنهم مشغولين تكوين وتراكم ثرواتهم الشخصية التي جاءت من جراء الفساد العارم الذي اجتاح البلاد طولا وعرضا. الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال في 2003 ولحد الآن حكومات لم تضع في حسابها توفير الفرص الاستثمارية، وإنما كان اتجاهها في بناء الموازنات التقديرية قائم على أساس الأبعاد أو المصروف التشغيلية، أي أن فرص الاستثمارات بشكل عام لم تكن مجدية لا على مستوى القطاع العام ولا على مستوى دعم القطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وتؤدي كما أشرت إلى أن انشغلت من خلال الفساد الإداري والمالي الذي اجتاح مختلف جوانب العراق، بحيث أنها لن تفكر مطلق بالتوفير فرص العمل أو توفير الخدمات أو القضاء على الظواهر التي تقود المجتمع إلى الفساد في مختلف أنواعه. انتشرت في العراق في هذه الفترة ظواهر المخدرات
وظواهر الجرائم المختلفة من جراء وجود عدد كبير من العناصر التي تؤسس إلى وضع العراق في وضع مدمر وغير قادر على أن ينهض بقواه الشبابية وقواه العام الكفيلة بتوفير متطلبات حياته. ابقى معي دكتور خضير كاظم لو سمحت، سأعود إليكم مرة أخرى. دكتور نبيل جعفر المرسومي، بالعودة إليكم مرة أخرى، الكثير من المفاهيم والمصطلحات ظهرت وأدرجت من قبل منظمة العمل الدولية، الكثير من مثلا المهارات، التغير في المهارات لكل زمان، هناك تغيير في طبيعة العمل. في العراق نجد أن الأمر ساكن، ليس هناك أي حراك، نظام المحاصصة، الفساد الإداري والمالي، هل هي عائق أمام يعني اللحاق بركب الدول المتقدمة؟ يعني مسألة اللحاق بركب الدول المتقدمة تطلب تسعير التنمية الاقتصادية في العراق، هو الطريق الوحيد للتطور وللتقدم والتنمية الاقتصادية. التنمية الاقتصادية مقومات الأساسية غير متوفرة في العراق، خاصة فيما يتعلق بإرادة التنمية، عدم وجود إرادة وطنية شاملة متفق عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق، يقابلها وجود إدارة سيئة وغير رشيدة لإدارة الاقتصاد العراقي. هذه عاملين جدا مهمين في مدى معرفة مدى إمكانية تحقيق التنمية من عدمها. المشكلة الثالثة أنه الاستثمار، نرجع مرة أخرى إلى الاستثمار. الاستثمار هو عصب التنمية، هو عصب التطور. لو نلاحظ الموازنات العراقية وحتى موازنة 2019 راح نشوف أن الموارد المالية في العراق متوفرة جدا. أن موازنة 2019 مثلا هي ثاني أكبر موازنة في الدول العربية، تبلغ 133 تريليون دينار، لكن المخصص منها للاستثمار هو 33 تريليون دينار فقط، لكن هذا المخصص لا يذهب إلى الاستثمارات الحقيقية الفاعلة المنتجة القادرة على إحداث تغيير نوعي في بنية الاقتصاد العراقي، وإنما تذهب إلى إنجاز مشاريع ثانوية وهامشية من أمثال المقرنطات وبعض المشاريع الغير مجدية. بمعنى أنه نحن بحاجة إلى إنشاء مثلاً صندوق الإعمار على غرار صندوق اللي عمل في الزمن نور السعيد قبل أكثر من 60 سنة لبناء العراق، أن نخصص جزء من إيرادات النفط لإحداث إمارات إنتاجية فاعلة مثل إنشاء المطارات أو المواد أو تحديث البنية الصناعية بالعراق. هناك ثروة بالعراق تقدر بأكثر من 6 تريليون دولار. البعض من المحللين سواء السياسيين أو الاقتصاديين يعني يرجعون أسباب هذه المشكلة لوجود الفساد، الطبقة الفاسدة الحاكمة في العراق، السلطة التي تمنع المواطنين من منحهم فرص عمل يستحقونها في بلدهم هم، في حين أن الدول تستفيد من تجارب الدول المتقدمة للقضاء أو للحد من مشكلة البطالة. نرى أن الحكومة في العراق تغرد خارج السرب، يعني تعد العراقيين بكيلو عدس أو كيلو طحين. هل تحل مشكلة البطالة على هذا النحو؟ لماذا يعني الخطط الحكومية لا توجه بالشكل الصحيح؟ هل هو استهتار بالشعب من وجهة نظرك؟ يعني هو التنمية مسألة معقدة مركبة، لا يمكن أرجاعها فقط للفساد. الفساد جانب مهم، الفساد المالي والإداري جانب مهم ومستشري في العراق، وترتيب معروف أن العراق احتل المرتبة 168 في 180 دولة، وهو دائما في مراتب متأخرة جدا من 15 سنة وهو يقرع في هذه المنزلة. طبعا الفساد والعدم الاستقرار الأمني هما وجهان لعملة واحدة، يقوضان الاستثمار المحلي ويقوضان الاستثمار الأجنبي بلا شك، لكن هناك أيضا عوامل أخرى فضلا عن الفساد
وعن المحاصصة، وعدم وجود أيضا رؤية اقتصادية بعيدة المدى للكيفية التي يمكن تحويل بها الاقتصاد العراقي من اقتصاد رعي إلى اقتصاد متنوع. مشكلة البطالة ليست المشكلة الهينة، المشكلة تتعلق بالبناء الاقتصادي. عندما تكون هناك بطالة كبيرة، والمشكلة بالعراق أنه هاي البطالة هي مفخخة كبيرة ربما ستنفجر في السنوات اللاحقة بفعل العدد التراكمي للعاطلين عن العمل الذين لا يجدون فرص عمل حقيقية، وبالتالي هي أهم أكثر من مشكلة البطاقة التموينية أو الماء أو الكهرباء، لأنها تتعلق بالشباب. الشباب دائما هو مورد إنتاجي وقوة العمل الحقيقية التي يعول عليها في بناء الأمم وفي بناء الاقتصادات. نعم. إذن اتفقتم ضيوفي الكرام على أن لا وجود لإرادة وطنية متكاملة لتحقيق التنمية في العراق. مشكلة البطالة أيضا هي مشكلة تتعلق بالمشكلة السياسية في البلد وبالمشكلة الاقتصادية، ويعني بالتأكيد أن لنظام المحاصصة الحصة الأكبر من التسبب بهذه المشكلة. إذن مشاهدينا الكرام، نأخذ فاصل قصير ومن ثم يعني نبحث في موضوع البطالة، هل هي ناتج للمشكلة الاقتصادية أم للمشاكل السياسية التي عانى منها العراق منذ العام 2003 وحتى الآن. نتابع هذا الفاصل. إذن نسلط مشاهدينا الكرام الضوء في هذه الحلقة على مشكلة البطالة والفقر في العراق، ولماذا المواطنون العراقيون يعيشون فقرا مدقعا ويخرجون بالتظاهرات والتظاهرات للمطالبة بفرص العمل وهو حقهم المشروع وحقهم الوطني كونهم منتمين إلى هذا الوطن، ولماذا يزداد السياسيون ثراء فاحشا. بالعودة إليكم أستاذ شهو القرداغي، يعني لا توجد إرادة وطنية لتحقيق التنمية في العراق، لا توجد إرادة وطنية للقضاء على مشكلة البطالة وعلى الفقر في العراق. الكثير من التقارير الدولية أصدرتها منظمة العمل الدولية تحدثت عن موضوع الفقر ومخاطره، البنك الدولي تحدث أيضا، صندوق النقد الدولي، كل هذه التقارير لا تجد يعني خطوات باتجاه الدفع للحد من مشكلة البطالة في العراق. هل مشكلة البطالة مشكلة اقتصادية بحتة أم مشكلة سياسية؟ لماذا تفاقمت بعد العام 2003 بعد احتلال العراق وحتى الآن؟ هو بلا شك كمشكلة هي مشكلة اقتصادية تعاني منها البلاد، ولكن بوجود الإدارة أو الإرادة السياسية الناجحة من الممكن القضاء على هذه المشكلة. يعني عندما نتحدث عن تجارب باقي الدول، مثلا لو تحدثنا عن التجربة الماليزية، الحكومة قررت إنشاء صندوق لتدريب المواطنين، لتدريب الشباب حتى يكونوا مناسبين للدخول في سوق العمل، ومنحهم الأدوات اللازمة لإيجاد الفرص العمل المناسبة بما يقارب 90 مليون دولار لهذا الصندوق فقط لتدريب الشباب. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ماذا فعلت؟ فرضت على الشركات الأجنبية التي تدخل البلاد بتعيين الماليزيين أو المواطنين الماليزيين أن يكون الأفضلية لهم ثم لغيرهم. الأمر الثالث ماذا فعلت؟ منحت حوافز لتقليل أو خفض الضرائب على الشركات المحلية التي تعين أو توفر أكبر فرص عمل للمواطنين. خلال هذه الخطوات
تجاوزت هذه المشكلة، لأنه كان هناك إرادة سياسية، كان هناك قادة سياسيون يشعرون بآلام المواطنين، لأنهم خرجوا من خرجوا إلى هذه القيادة من داخل المجتمع ويشعرون بآلام المواطنين ومشاعر المواطنين، وبالتالي شعروا بوجود ضرورة إيجاد حل لمشاكلهم. الآن نجد أن ماليزيا ليست دولة نفطية كلها. ليست دولة نفطية أيضا. الآن عندما ترى أن الطبقة التي تحكم في القصور تعيش في القصور وفي السيارات المدرعة، بلا شك لا تستطيع أن تشعر بما يشعر به المواطنون في الشوارع، وبالتالي أيضا ترسل أبنائها للدول الأوروبية للدراسة، وأيضا عملهم مضمون، وأيضا لا يحتاجون إلى العمل، وبالتالي القيادي أو السياسي أو المسؤول الذي لا يختلط بالمواطنين ولا يشعر بهم ولا يستمع إلى مطالبهم لا يستطيع أن يوجد المعالجة الحقيقية والفعالة لهذه الأزمة وأزمة البطالة الموجودة. الأمر الآخر أيضا نرى أن مشكلة البطالة ليست فقط مشكلة اقتصادية، بل هذه يعني من الممكن أن يذهبوا وينضموا إلى جماعات أخرى لأنهم لا يجدون فرص عمل. أيضا هناك ميليشيات مسلحة تفتح باب التجنيد في أي موقت، وأيضا هؤلاء الشباب يبحثون عن أي فرصة أو أي مكان من الممكن أن يعملوا فيه مقابل أجر مادي، ولا يعني لا يقوموا بالتحري عن هذه الجهة التي تقدم هذه الفرص، ميليشيا، مجموعة، جماعة مسلحة. الهدف من عدم وضع الخطط للتنمية هو عسكرة المجتمع لخدمة أجندات معينة. تماما. صح. الآن إذا نظرنا ما هي المؤسسة أو الجماعة التي توفر للشباب فرص للانضمام إليها مقابل وارد مادي، نرى أن هناك ميليشيات فعلا تفعل هذا الأمر، وبسبب عدم وجود عمل آخر وبسبب وجود البطالة الشباب يلجؤون للانضمام حتى لو لم يكونوا متفقين أيديولوجيا مع هذه الجماعات، بس لأجل هذه نقطة مهمة. أستاذ شاهو اسمح لي أن أنتقل للدكتور خضير كاظم حمود في هذه النقطة. دكتور خضير، يعني في ضوء ممارسات حكومية منذ العام 2003 عسكرت المجتمع، يعني وضع العراقيل أمام خطط التنمية، هل بالإمكان يعني لا نستطيع أن نغض الطرف عن تجارب الدول السابقة من الناحية الاقتصادية في إطار الحد من مشكلة البطالة، ولكن من وجهة نظركم كخبير اقتصادي ما الحلول للحد من مشكلة وأزمة البطالة في العراق في ضوء هذه المعطيات؟ الحقيقة الماثلة بالعراق هو عدم وجود بعد وطني تسير بمقتضى القوى السياسية المهيمنة على العراق، وإنما تسير وفق أجندات وبها المصالح الإقليمية بشكل خاص دورا كبيرا في تمزيق العراق اقتصاديا واجتماعيا، وقد برزت لدينا خلال هذه المرحلة الكثير من الظواهر، منها طبيعة المحاصصات وطبيعة الطائفية والمنطقات التي مزقت أوصال المجتمع العراقي، فانشغلت تلك الطبقة السياسية بأمور وإنما استهدفت من خلالها تحقيق القوى الإقليمية ذات الدور اللاعب الكبير بالساحة العراقية، وحققت مصالح تلك الأجندات دون النزوع إلى الإرادة الوطنية التي ينبغي أن تشرع بها هذه القيادة في إدارة البلد وتوفير فرص العمل لشبابه وتحقيق الأبعاد التنموية في الإطار الصناعي والزراعي والسياحي والتجاري والمدني وإلى آخره من هذه الأبعاد التي تعتبر مرتكز البناءات التنموية للمجتمعات ولتجارب المجتمعات الأخرى. طيب، شكرا لك دكتور خضير كاظم حمود. أنتقل لدكتور نبيل جعفر المرسومي. دكتور نبيل،
يعني الكثير من المفاهيم خرجت في العصر الحديث، لا سيما مفهوم الاستثمار في رأس المال البشري. الكثير من الدول اتخذت يعني وضعت الخطط من أجل الاستثمار برأس المال البشري الذي يعد من أكثر الاستثمارات فائدة تعود بنفعها على الدول. ولكن في العراق يعني هل هناك لجان شكلت؟ هل هناك يعني مفاهيم أو مؤسسات اجتماعية تحدثت بهذا الموضوع المهم من أجل اتخاذ خطوات في سبيل يعني توضيح الأفكار والرؤى للناس وللشباب من أجل تنمية قدراتهم وفق المعطيات على الأرض في العراق؟ الحقيقة البطالة بالعراق هي ليست بطالة كبيرة، بمعنى أنه عرض العمل غير متناسق مع طاقة العمل، وأصلا بالعراق لا يوجد عرض للعمل، بمعنى أنه لا توجد عملية اقتصادية مولدة لفرص العمل، وبالتالي هناك خاطئين عن العمل هم خريجي الجامعات الأمريكية في السليمانية مثلا، وخريجين كليات مرموقة، وخريجين كليات عشرات الألوف. المشكلة بالعراق هي ليست التنمية البشرية، رغم أنه ينبغي تكون هناك تنمية اقتصادية متوازنة تجمع جناحي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، بمعنى على خطين متوازيين في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية مع تطوير البنى التعليمية والخدمات التعليمية وتأهيل رأس المال البشري. وضع أولوية طرف على طرف آخر أعتقد أنه لن يحقق هناك التنمية ولن يوفر فرص عمل. لو عملنا مثلا على تطوير التعليم بمعزل عن تطوير الاقتصاد العراقي راح نخرج سوى عاملة عاطلة عن العمل، لأنه ينبغي أن يوازيها مشاريع إنتاجية وأكاديمية قادرة على توفير فرص العمل للمواطنين. قبل قليل ذكرت حضرتك بأنه العراق يعجب الكوادر والكفاءات والعقول، لكن المشكلة أن هذه العقول هذه الكفاءات غير قادرة على أداء دور صحيح بسبب تخلف البيئة العامة وعدم السماح لهذه إدارة دفة الاقتصاد الوطني في العراق. نعم، شكرا لك دكتور نبيل. بساشهو يعني الكثير من الدول في أوروبا على سبيل المثال تستفيد حتى من النفايات في إعادة تدويرها من أجل رفع دخل المواطن لمواطنيها. في العراق يعني العراق بلد فيه موارد ضخمة، موارد طبيعية ضخمة، ولكن لا يتم استثمارها وتذهب إلى جيوب الفاسدين. الحلول من وجهة نظرك يعني ليس هناك استفادة من خبرات دول سابقة في إطار وضع حد لمشكلة البطالة. إذن هنا نحن أمام حلول مجهولة، هل لك أن توضح لنا هذه الحلول من أجل الخلاص من هذا الواقع الذي يعاني منه العراقيون؟ حقا هناك مبادرات فردية، منها سفينة نوح، هي مبادرة شبابية والآن انتشرت وكبرت وتهتم بإيجاد فرص العمل للشباب، ولكنها تبقى مبادرة فردية. في حال حتى لو ساهم منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات التطوعية في محاولة معالجة هذه الظاهرة، من الممكن أن يكون يحدث تغيير طفيف 2-3-5%، ولكن لو أردنا تحقيق تغيير كبير ومعالجة هذه الظاهرة الخطيرة فهذا يتطلب إرادة حكومية، إرادة حكومية الدولة تتدخل لمعالجة هذا الأمر. وبما أن الدولة تنكر الاعتراف بالفشل وبالأخطاء الماضية ولا تحدد الأسباب التي نتجت عنها هذه المشكلة ولا تشخصها، فبالتالي يستمر هذه الظاهرة ويتفاقم أكثر. أعتقد وأنا موافق مع الدكتور نبيل عندما قال أن هناك عدم توافق بين الخريجين وطاقاتهم وبين سوق العمل وما يتطلبه سوق العمل، وبالتالي هؤلاء أيضا يسيرون لمركب البطالة ولا يجدون فرص العمل مهما كان شهاداتهم عالية.
وبالتالي يجي يتطلب هذا الأمر تدخلا حكوميا. نعم المشكلة أن يعني في هذه النقطة عدم التوافق بين الخريجين وطاقاتهم وما يتطلبه سوق العمل، هذه المشكلة ربما تكون أزلية في العراق. بالعودة إليك دكتور نبيل، يعني في توضيح فقط دكتور نبيل، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور نبيل. دكتور خضير كاظم، دكتور خضير، يعني عدم التوافق بين الخريجين وطاقاتهم وما يتطلبه سوق العمل، سوق العمل هنا، هل العراق بلد فقير بمزارعه، فقير بأراضيه الشاسعة؟ لماذا لا يتم بناء المعامل والمؤسسات الصناعية، كذلك حتى تطوير الحقول والدواجن في العراق، وبالتالي تشغيل خصوصا المهندسين الزراعيين على سبيل المثال؟ العراق بطبيعته من الدول الغنية ببعدين. البعد الأول يتمثل بالثروات الطبيعية التي يمتلكها، والبعد الآخر بالطاقات البشرية تمتلك القدرات والمهارات المختلفة في مختلف جوانب البناء التنموي الاقتصادي. باختصار لو سمحت دكتور. التي جاءت من جراء الاحتلال لم تولي اهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير، وإنما انشغلت من جراء الفساد بأمورها الخاصة. لذلك المعامل والمصانع والمشاريع الزراعية الكبيرة والأبعاد التجارية المختلفة كلها لم تحقق أي وعد لتنمية البلد، كما أنها أهملت كل القطاعات الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع. ولذلك أصبح العراق سوقا غير قادر على توفير فرص عمل لأبنائه. تفاقم هذا الأمر من 2003 ولحد الآن، البطالة تتفاقم بشكل كبير، خلق بؤر ستؤدي حتما إلى الانقضاض على هذا الوضع المتردي والمتدني من الأداء الاقتصادي للحكومات المتعاقبة والتي لن تمثل الإرادة. شكرا لك دكتور، نشكرك شكرا جزيلا دكتور خضير كاظم حمود. في أقل من دقيقة أستاذ شاه غرداغي، هل تتوقع أن تستمر مشكلة البطالة بالتفاقم في العراق مع استمرار نظام المحاصصة فيه؟ بلا شك، أتوقع أنه كما تحول من حالة إلى ظاهرة، أيضا هذه الظاهرة سوف تتفاقم، وشريعة واسعة ومن الشباب سوف تعاني من هذا الأمر، وسوف يلجؤون إلى الذهاب والخروج من العراق والهجرة، موجات الهجرة أيضا تتفاقم، وبالتالي نخسر العقول وأيضا الطاقات وقدرات العمل في البلاد. وهل سيزداد ثراء السياسيين أكثر؟ مقابل هذا الأمر طبعا يتطلب ثراؤهم، يتطلب بقاء واستمرار وزيادة تفاقم حالة البطالة. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ شاهو القرداغي الباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، ونشكرك شكرا جزيلا دكتور نبيل جعفر المرسومي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من العراق، وشكرا جزيلا لك دكتور خضير كاظم حمود الخبير الاقتصادي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. تقبل مني مشاهدينا الكرام في الختام أطيب تحية وإلى اللقاء.